حياك الله. نورت شرفت. الله ينور. حياك. حياك الله يا ابو محمد. حياك الله. شرفت يا الغالي. الله يسلم. عادي عادي صاحب بيت انا يا ابو حسن. اما في هالكلام يا ابو محمد غلبتني صراحه. ايه انا غالب انك دائما. زين بس الموقف اللي شفته وانا داخل البيت صراحه عجبني من اولادك. يوم ندخل كانوا مندمجين ما شاء الله عليهم بالقران. وش سالفتهم؟ وش نسوي لهم؟ تعرف الاولاد في هالزمن مندمجين عدل ويا هالتليفونات والايباد، وش سالفتهم؟ يا ابو محمد هذه إليها قصة. إليها قصة ونحن نحب القصص. تفضل. إيه يا أبو محمد وش أقول لك؟ ذاك اليوم تدرون يا أولاد راح أكلمكم اليوم عن شهر رمضان الكريم. هذا الشهر له خصوصية وتميز عن باقي الشهور كلها. الله سبحانه وتعالى سوى لنا في عروض ما تتفوت، عاد مو مثل العروض التجارية اللي في الأسواق اللي يسوونها هالأيام، لا، قراءة آية من القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك تساوي قراءة القرآن كامل في غيره من الشهور. بصراحة أبو حسن هذا خوش عرض، ليش ما التفت لي ولا فهمت من قبل؟ ما يبقى لها يا ابو محمد لا فهامه ولا شيء، انت اقرا الروايه صح عدل وتوصل اليك الفكره. يعني انا في شهر رمضان عاده اختم القران مرتين، اذا ختمت القران مرتين كم الثواب؟ لحظه اي ولا حسبه. احسب 12 3 تدري كم؟ 12000 472 ختمة. ما شاء الله. ايه يعني الوقت اللي الحين قاعد نسولف فيه نقوم ندرس لنا كم من سورة وصفحة احسن لنا. يلا نمشي. ما قدعت زين، ما قدعت القدوع. 12000 ختمة مو قدوع. يلا حياك الله. عن الإمام الرضا عليه السلام: من قرأ في شهر رمضان آية من كتاب الله عز وجل كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور.